بنروح للزمالك ولا عايز تقول حاجه ثانيه في الاهلي؟ لا 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 تمام كده حلو قوي. ميتشو مع نادي الزمالك مرحله في البدايه كانت مرحله مبهره جدا في كاس مصر تحديدا وبداياته في دوري الابطال، بعد كده حصلت مرحله الشك، خساره السوبر، خساره افريقيه من جينيراسيو فوت في السنغال رغم ان الاداء كان جيد نسبيا، نتائج في الدوري حتى الان هو انتصارين ولكن انتصارين بشق الانفس و1-0 و1-0. الشك في اتجاه ميتشو ده منطقي ولا شايف ان ميتشو مقدم اداء جيد مع لا الأجل. خلينا نحكم على الراجل يعني بشكل ايه فني وشكل عادل طبعا. الراجل اول ما جه هو كان عنده بعض الافكار الثابته اللي عنده لحب يطبقه، واول يعني تجربه ليه شفناها ماتش الاتحاد. ماتش الاتحاد انا فاكر مفيش حد كان بيتفرج على الماتش ده مش منتظر هدف نادي الزمالك، يعني انت الفرص كانت بتضيع، حتى فرصه اوباما فاكرينها كانت يعني غريبه جدا طبعا، والمرمى في 6 ياردات وطايره فوق. لكن اي حد بيتفرج على الماتش ده هيقول لك بص نادي الزمالك سونر اوليت يعني بعد ثواني هيجيب جون، حتى لما رحنا للوقت الاضافي ليه؟ لان ميتشو ببساطه طبق افكاره الثابته اللي هو مقتنع بيها، انا هلعب ملعب مضغوط جدا والدفاع بتاعي عالي قوي، وايه بقى؟ مش دبل بريس، تريبل بريس. الراجل كان بيضغط بثلاث لعيبه، بيعمل ايه بقى؟ بيودي اثنين على اللي معاه الكوره ومعاهم واحد وراه بيكونتين بيحلى، اثنين بيضغطوا واحد بيحلى، فبالتالي فرصه انك تطلع بالكوره من نص الملعب فعلا كانت مستحيله. نادي الاتحاد كان ببساطه اول ما يعدي نص الملعب الكوره لازم تتخطف منه، وكان قليل جدا ما يعمل هجمات في الشوط الاول، اللهم بس الهجمه اللي عملها خالد قمر في الشوط الثاني لما هرب في هجمه مرتده ووسط الزمالك كان سرحان، بس هجمه واحده في 120 دقيقه. طيب ايه اللي ساعد ميتشو في الماتش ده انه يظهر بالمظهر ده؟ مستوى نادي الاتحاد. نادي الاتحاد كان لسه مخلص فتره الاداء بتاعته، بيبدا لسه يحضر البطوله العربيه والدوري، وبالتالي الحاله البدنيه وقع، فلما ميتشو طبق الاسلوب ده ظهر بمظهر قوي جدا. احنا قلنا نادي الزمالك في الماتش ده لا 1-0 ايه ولا 2-0، لا ده كان لازم يكسب 6-5. المهم جينا في بيراميدز الشوط الاول في الفاينل، الشك كان في شك الشوط بتكلم اول 45 دقيقة. ليه؟ لأن وسط ملعب نادي بيراميدز كباسنج مهارة التمرير عنده اعلى من نادي الاتحاد، فلما انت كنت بتطبق موضوع الدبل بريس او الضغط المزدوج او الضغط الثلاثي حتى كنت بتخسر معركة نص الملعب. فضل معاك الاسلوب ده لغاية اول 5 دقائق او 10 دقائق من الشوط الثاني ونادي بيراميدز ضيع فرص، لغاية لما جه الهجمة المرتدة اللي هو بيعملها بتاعت فرجاني ساسي ويرمي الكورة على الطرف. اول ما جاب الجون ده ميتشو بدا يفكر باسلوب حلو، ايه بقى؟ شكرا انا 1-0، ارجع نص ملعبي زون ديفنس والعب على المرتدات، سيب لهم الكوره العيال دي حريف صح. انا مش هعمل عيب معاك الحركه دي مظبوط. ايه بقى الغلطه عملها قدام النادي الاهلي؟ انه خانوا فكره ربما من الاعلام، ربما بقول ربما، ليه؟ ما كانش ينفع تنزل قدام النادي الاهلي وتضغط من نص، مستحيل. ليه؟ ببساطه في سرعات رمضان وحسين ومجدي قفشه انت بتتكلم اقوى لاعب في الماتش في الشوط الاول للنادي الاهلي كان مجدي قفشه، كان بينزل ورا طارق حامد وفرجاني. ليه؟ انك كل شويه بتطبق الدبل بريس بيبقى فيه فجوه، لما تيجي تطبق الدبل بريس حاجه من اتنين، لا تاخد الكوره لا تعمل فاول، اوعى تسيب الكوره تعدي. لو الكوره عدت راحت عليك بهجمات كده. شفنا الشوط الاول هجوم شاسع من فرص كتيره جدا، وزي ما عز قال مثلا في النقطه بتاعه اجاييه، اجاييه كل الكرات الثنائيه هو اللي بيكسبها، مفيش ولا كره ثنائيه المدافعين الزمالك خدوها. وطبعا ما اقدرش انسى ولازم اقولها طبعا ان الظروف ساعدت النادي الاهلي في حاجه واحده، اصابه محمد عبد الغني في بدايه المباراه كانت نقطه تحول بالنسبه لدفاع نادي الزمالك انه خسر عنصر اساسي في الفريق، ولكن شكل الفريق في ال 45 دقيقه الاولى كان هزيل جدا، بس مش بسبب ضعف الزمالك بس، لا لان الاهلي كان قوي جدا قوي يعني هجوميا، وكان بيضغط على نادي الزمالك وحافظ الاسلوب اللي لعب بيه قدام بيراميدز وقدام الاتحاد، وعشان كده طبقوا عليه في 45 دقيقه وعمل عليه هذا الكم من الفرق. وبالتالي انا بشوف ميتشو عنده فكره، عنده حاجه لطيفه جدا ان هو عنده افكار جميله بتطبق جوه الملعب، ولكن السؤال هنا لو المنافس اللي قدامك اسلوبه يختلف عن افكارك هل عندك مرونه انك تغير؟ السؤال التاني، انت النهارده في التشكيل بتاعك ونص الملعب انك بتعتمد على طارق حامد كواحد وورك ريت بتاعه عالي، وفرجاني لو فرجاني وقع منك كدفاع وطارق حامد زي ما شفناه في ماتش الاهلي كل المسؤوليه عليه، هتعمل ايه؟ ايه الحل البديل عندك؟ هل عندك قدره انك تغير وتستغنى عن مركز البلاي ميكر وتلعب بخط الوسط؟ اعتقد
ميتشو محتاج انه يغير من اسلوبه لانه ببساطه لو انت فضلت نعم انهي اسلوب. انا اصلا مشكلتي مع ميتشو ان على الاقل ريني فايلر فيه زي ما قلت لك كان حاطط افكار ثابته وواضحه اي حد بينزل ارض الملعب نعم. بينفذها فالروتيشن مش مشكله نعم. بس انا شفت مع ميتشو 4 3 3 و4 4 2 و4 2 3 1 بتكلم على التكتيك ما بتكلمش على الفورميشن. انا بتكلم على هسألك سؤال. ماتش النادي الاهلي والزمالك الماتش الجاي الاسبوع الرابع السؤال ميتشو هينزل من النادي الاهلي يضغط بطول الملعب ولما النادي الاهلي معاه الكوره يضغط عليه باثنين لعيبه وثلاثه ده سؤال مهم.